سامح. على إيل سي عادل مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء الخير. مساء الفل، شكرا جزيلا. سي عادل سخانة ليبت هذايا الحقيقة، حتى اللي كان لابس كبوت نحاه ونيس نشوفوا فيها، بعدها بدأت تخفف شوية في الدبش، والحقيقة معتها سخانة سخانة، 25-26 درجة تقريبا درجات الحرارة. نعم في بعض المناطق حسب معهد الرصد الجوي اللي هو مكلف بالأمور هذه توصل حتى 28 درجة في بعض المناطق اليوم. 28 ايوه 28 درجه فوالا، هذه ارقام عاديه مش عاديه؟ طقسك طبيعي مش طبيعي؟ لا اولا اللي مسؤول على توقعات المناخ والطور المناخي يوميا او في اسبوع هي المعهد الوطني للرصد الجوي، متفقين في ذلك. باش نفهموا انا تو الهدف تاعي باش نفسر علاش جات هذه. اولا وقت نمر من فصل الشتاء الى فصل الربيع ديما يبدا الجو مضطرب نسبيا مع تحولات في الحراره وفي الرياح مضطربه نسبيا في الفتره هذه بين الشتاء والربيع. اذا لكن مش معهود هو ان الارتفاع الكبير لدرجه الحراره. نعرف ان المتوسط جاسم عليه كان قبل في الاسبوع الماضي لمده 10 ايام خلية من الضغط المرتفع القوية جدا حتى ما البحر يوخر تاني. اي فوالا شفنا بندقية معناتها في ايطاليا تقريبا قبل مش البندقية في تونس عندنا اي لا خاطر البندقية ديما بالماء معناتها ناس تتنقل بالزوارق ما فماش جملة شايحة ولا شايحة ما عندهاش ماء وخر وهذا ناجي على ضغط قوي اول مرة يجي الضغط القوي جدا في على المتوسط الخلية تاع أول مرة يصير هكا معناتها أول معناتها في قل هذا قليل جدوى جينا العملية هذه وتقعد مدة طويلة يجي أما إذا كان تقعد 10 أيام أسبوع هذا كان مش عادي مش عادي لكن نحب نظهر العادي هو اضطراب الطقس كيف هكا موجود في الربيع مرور من الشتاء لكن الغير عادي هو ارتفاع كبير وهذا جاء حسب المعطيات الموجوده يعطوها لنا معهد الرصد الجوي نحلوها احنا المواطنين في السوهلب وقت ثم ضغط قوي هذا كبير هذا ثم جيد من الرياح الساخنه او كتله ساخنه رياح ساخنه من الجنوب موجوده تحت مغلفه هو هيك الرياح الساخنه هي اللي اعطتنا طلعت الحراره شوي خاصه ان منذ اليوم حسب التوقعات الجوية نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي ان هذا الخلية نتاع الضغط المرتفع قد تنقص في شيء نقصد وان شاء الله غدوة تبدا البحر مش يرجع كما كان ان شاء الله غدوة ما عادش ما فماش التراجع المد والجزر يرجع طبيعي غدوة يبدا من غدوة يبدا يرجع طبيعي في الرجوع التدريجي يبدا يرجع طبيعي والحرارة تبدا مش تنخفض من جديد ترجع كما العادة معناتها ما بين 9 و 18 29 درجة 9 درجات إلى 20 درجة حسب القصوى والدنيا إذا هذه الوضعية لأن احنا تو في وضعية غير طبيعية من حيث الضغط الجوي المرتفع اللي شد المنطقة من 10 أيام المتواصل هذا هو إذا فاحنا ما نجموش احنا نعرف احنا في الفترة ما بين الخريف والربيع واحد ما يعرفش يروح يشيل بس يلبس سخون يلبس بارد ما يعرفش هكا علاش الانسان هذا به ما يستعجلش في تغيير نمط حياته نتاعو حتى يستقر الجو كما ينبغي ونعرفوا ان الجو ولا في الوقت الحالي حسب المعطيات المتوفره الجو ما بقاش يستقر كما ينبغي كما نعرفوا لان ثم تغير مناخي اثرت عليه ثم عوام كبر مثلا احنا مثلا نعرفوا ان المطر ما صبتش في الشتاء مثلا حتى قطع مطر معناتها مشكل كبير مش عندنا احنا فقط وخاصه في شمال الغربي المتوسط معناتها ثم جفاف كبير جدا وهذا خطر جدا هذا غير هذا مش معروف احنا بالنسبه لنا معروف شويه لكن بالنسبه للشمال المتوسط غير معروف والحاجه الاهم جدا هو ان شاء الله في المقابل مثلا في الخليج العربي شفنا ثلوج وشفنا امطار وشفنا المناخ تغير الطبيعات المناخيه صايره تو نعيشوا فيها وهذا كل من تبعات الطبيعات المناخيه هذا اللي نعيشوا فيه كل معناتها وقت المرصد معهد الرصد الجوي عنده معطيات يخدم بها يعمل بها توقعات عنده نموذج يخدم بها التوقعات ويتعامل مع البرامج الاخرى نتاع اوروبا ونتاع فرنسا وغير ذلك وامريكا يلقوا روحهم العناصر اللي كانت ثابته ما بقاش ولات غير ثابته. السيد عادل هنتاتي فما حديث على انه القمر قريب برشا من الارض صحيح الكلام هذايا مع تعامل هما اسماء انا ما ريتش شكون يقيس القمر أم هو الوقت نعرفوا ان
القمر يتحول هكا كما مد زجاجة في البحر، هو القمر وقت يتحول ينقل من بقعة لبقعة يجبد اللي يجبد ضغط ويرجع ضغط، فهمتي؟ هذا معروف، هذه الأرض كرة أرضية عايشة عليه طول عمرها، هذا معروف. لكن القوة نتاع المد هو اللي جديدة ما نعرفوهاش، قوة هل ترى أن قرب واللي معناها ثم الشمس هي بيدها عندهاش الانفجارات الشمسية القوية بلكش تقويت ياسر وعطات معناتها مغناطيس قوي جدا يغلف كوكب الأرض والقمر واللي عنده تأثير على كل عناصر نتاع المناخ، كلها معطيات نقطة استفهام قدامها العلماء يبحثوا، ما زال ما قوش النتيجة الصحيحة، لكن هو بحث موجود. حتى أيضا الماء اللي يخرج اللي يدخل المتوسط يدخل البحر من المحيط الأطلسي عبر جبل طارق ومن حيط الجبل الأحمر وقناة السويس من الجهة الجنوب الشرقي، الماء اللي يدخل هذي هل ترى تم تيارات بحرية قوية جدا تقلص من الأخير غيرتها السرعة متاحة غير لها الحرارة متاحة، هل أن عن تأثير في تمويل المتوسط بالماء أم لا؟ كلها معطيات نقطة استفهام ما زالت موجودة، حتى توجدت الحادثة هذه باش يهتموا تو بها علماء المناخ وعلماء البحر حتى يعطينا أكثر تفاصيل. عندها علاقة بالزلازل ولا ما عندهاش؟ لا ما عندهاش علاقة. هم ثم واحد ثم بعض جيولوجي من جهة في جهة الهولندي جهة شمال الشرقي المتوسط يقولوا أن الصدع الكبير يقع إذا هذا قد جلب الماء له تعب بالماء. هذا قولة ما هيش علمية، هي نظرية لكن ما هيش مثبتة علمية. نعرف أن البحر المتوسط فيه صدوع، لكن الصدوع هذه البحر فوقها وهي تحت البحر، إذا فالبحر ديما صدوع ديما مليانة. إذا أنا هذه نعطيك رأي جيولوجيين اللي قالوا باش نوصل المجتمع التونسي نكونوا آمنين في المعلومة في نقل المعلومة. يقول ثم جيولوجي يقول احنا كعلماء نبحثوا، ما نقولوش لا ما نقولوش إيه، نبحثوا ونرى ثماش دلال تفيد أو تنفي ذلك. لكن أننا نعرف هذا الصدوع هذه الكبرى في العالم ديما بتجاول، لأن على شيء لأن الصفيحة الأفريقية والصفيحة الآسيوية والصفيحة الأوروبية تنطحوا بين بعضهم لك على الصدوع هذه، هذا ما وقت يتنطحوا ما زالوا تنطحوا ذاك علاش عدد الزلازل قاعد متواصل كبير ياسر المنطقة هذه تقريبا كل البلدان الشرق المتوسط كل جات الزلازل المدة هذه في الثلاث أيام الأخيرة. وهذا يبين أن مازالت القشرة الأرضية اللي تطفو فوق المجمع بتاع الأرض ما زالت ترقص ما هيش ثابتة، وهذا يخلي أن الطاقة كان لوطة تحت الأرض من اللي تخيل القشرة الأرضية ترتجف هي مازالت قوية جدا، مازالت مفاتش الطاقة هذه وبشوية فمشكون يحضر أنه مازالت الزلازل الجاية معتا مازالت اسمها بنت باش تعرف مصر أي فعلا مصر صارت فيها هزت مع الوطن الجوي يقول عنده زلازل يحكم يقول لك يوميا ثم زلازل في تونس لكن ضعيفة جدا ما نشعرش بها احنا يوميا منذ 7 أيام في 24 ساعة لاحظوا 142 رجة أرضية وزلزال في الكرة الأرضية كاملة 24 ساعة تو منذ 10 أيام. إذا دائما ثم زلازل لكن هل نشعر بها ما نشعرش قوية مش قوية؟ احنا علاش زلزال تركي قوية ياسر؟ لأنه أول مرة نرى بالطريقة هذه معناتها في تونس فما كل يوم زلازل ما احنا ما نحسوش بها هكا ما نحسوش بها لان القشره الارضيه هي كيما الفلوكه فوق البحر، البحر هذا الماء نتاعو لازم شويه مش سائل ياسر ما تمشي بشويه بشويه يتحرك. اذا هيك زلازل ولا هزات تسمى هذي؟ هي هزات ارضيه وقت تكبر نقولوا زلازل، هي ارتجاجات ارضيه واحنا كيما نحسوش بها شو نسميوه؟ ارتجاجات أرضية. معناتها في تونس يوميا فما ارتجاجات أرضية لكن احنا مش قادرين. ارتجاجات أرضية واحد لشتر 1.5 0.5 معناتها موجودين هذوما. أنا قريت التقرير الأخير اللي خرجوه أول أمس مع الدرس الجوي يعطينا المعلومات هذه بكل وضوح للتوانسة باش يقروا، احنا إن شاء الله كان الشعب التونسي يقرأ ولو حليل فيسبوك ويقرأ المعطيات الصحة يولي يفهم غير ما يستنى عاد أنت تفهم. سؤال من المعدة نتاع البرنامج ومصر عليه معناتها سي عادل، قالت لك بالحق تونس موجودة فوق خط الزلازل؟ لا 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 تمام نرقد جنوب عندنا زلازل في تونس عندنا زلازل قديمة جدا لكن تونس في المنطقة اللي هي ما هيش في واجهة
الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوروبية والصفيحة المتوسطة. ما هنا إحنا بالتالي إحنا متأخرين عن متأخرين عليه خاطر عندنا موعدة متاع البرنامج سي عادل. معناش خطرت عندنا مدام هيفا الموعدة متاع البرنامج ما ترقدش لي متى ذي تعس على الزلازل فما زلازل ارقد وثمان بنتي. بالنسبة للزلازل اتجاه الأرض هذه علاش ما يجموش يتوقعوها؟ علاش الهولندي يقول توقعها وما توقع هو؟ هو كما قلت انت قال لك الحركه نتاع القمر قويه ياسر جبدت هي طلعت ما يسمى بالوشاح. الوشاح هذه اللي هي تحت قشر الارض اللي هي بعيده تقريبا 30 كيلومتر تحت الارض في بطن الارض. الوشاح هذا الفوقاني اللي هو مواد صخريه مصهوره لزجه وفوق القشره الارضيه اللي هي قشر الارض هي كالزورق فوق البحر. هذه الوحاش هذا عنده موجات، جات موجه قويه عملت لنا الزلازل هذه، لكن الموجه هي موجوده يوميا، فهمت كيفاش؟ اذا احنا بعيد على المنطقه فيها الصدوع، اللي يخوف المنطقه فيها الصدوع، لو مثلا تركيا معناتها بعدت قربت لاوروبا 3 متر حسب ما قالوا الجيولوجي نتاع تركيا، وهذا صحيح. الدرجه هذه كبيره نتاع هذه اللي وقعت في فيبري معناتها قربت تركيا نحو القاره الاوروبيه معناتها لا نظور في قرب لاوروبا 3 متر 3 متر واضح. شكرا لفضلك الخبير يعطيك الصحه. شكرا الخبير الدولي في البيئه والتنميه المستدامه سيد عادل هنتيتي، شكرا لك على التوضيحات. شكرا لك لتكزينا للقاء. تسويت نخدمه نختمه بمسلسل